افرض مثلا، مثلا يعني اني قابلتك يوم كملوها حلو قوي قوي. ايه؟ اني خصمتك يوم، اني خصمتك يوم، انت تعبني ومغلبني ونسيني النوم. ايوه هو القلب فقلك حكيم بنحبك. انا بحب حكيم. طيب بص، افرض مثلا، افرض مثلا واحده جت قالت لك تتجوزني. ده ما ينفعش الست تروح تقول للراجل اتجوزني، لازم الراجل هو اللي يجري وراها ويحفر. ترد عليها تقول لها ايه؟ هقول لها كده. تقولها كده؟ اه اه. مش هتكسفها؟ لا هي كسفتني. بس يعني انا ما بحبش ان واحده تقولي كده. وعلى فكره ده حصل. دي نصيحه ده حصلت قبل كده؟ طب ايه اللي حصل؟ حصلت لي واحده قالت لي انا عايزه اتجوزك. قلت لها لا ما ينفعش واحده تقول لواحد كده. اولا كل احترام ليكي، والمفروض الراجل هو اللي يتقدم للست. انا ضد ان الست هي اللي تتقدم للراجل. حفاظا على شكلها وكرامتها. دي نصيحه من شريف مطهور لكل البنات. عشان ما فيش يوم واحد واحده تقول له كده فيجي في يوم يقول لها ما انت جريتي ورايا وانت اللي جيتي قلتي لي تعالي اتجوزني. صح. افرض مثلا، مثلا يعني واحده عكستك. ما حصلت. قول حصلت كده. انا حصلت لي كل انواع المعاكسه. بتتعامل معاها ازاي يا شريف؟ شكلها ايه المعاكسه وكنت بتتعامل ازاي معاها؟ بصي يا شيري، هو انا ما بحبش كده. يعني انا لا احب حد يعاكسني ولا انا عاكس حد. وساعات انا ما كنتش بفهم يعني. باخدها بحسن نيه بس اكتشف بعد كده لا، ده الموضوع مش بحسن نيه، في حاجه غلط هتحصل. وانا في الحاجات دي ببقى دغري فبحرج. تحرج الست بمنتهى الادب من بحرج، مش بهين، مش بجرح. مش بجرح بالظبط. حد اتنمر عليك وتجاوز في كلامه بشكل سخيف. يا اختي يا قوي ما تعديش. ايه افرض حصل كده، ردك بيبقى برضه قوي ولا بتتجاهل؟ ساعات برد وساعات بتجاهل. اه يعني ساعات برد وساعات بتجاهل على حسب الموقف اللي انا فيه. يعني حسب الموقف. افرض مثلا، مثلا يعني انك رجعت البيت وما لقيتش اكل. طب عادي، المشكله تعمل ايه؟ تطلب دليفري ولا تنام خفيف ولا هسخ ولا تطبخ؟ هسخ. لا مش هطبخ، ما بعرفش اطبخ. ما بتعرفش خالص؟ لا لا لا، بس ما احبش انام خفيف، احب اكل. فلا بس مش باين عليك. لا انا بحب اكل بس ما باكلش اكلات كتيره. وانا من نوع لا، احنا زي ما قلنا في الاول احنا عندنا مواعيد للاكل. فاحنا مواعيد الاكل دي لو فاتتني انا لا اجرؤ ان انا اقول مثلا امي سخني لي، ولا اجرؤ ان الست اللي بتساعدنا في البيت ان انا اصحيها او اقول لها تعالي سخني، لان خلاص خلصت مهام بتاعتها وشغلها. مش ذنبها ان انا جاي متاخر او كده، فانا اللي بعمل كل حاجه. فتطلب من بره او تقف تسخن؟ ما بطلبش من بره، بقف اسخن الاكل. تحب اكل البيت اكتر؟ اه طبعا اكيد. تحب ايه اكتر حاجه؟ بالليل. اهو الكلام ده هيبقى بالليل مش هيبقى الظهر. بصي بالليل ممكن اكل حاجه سمك، حاجه بحر طالع من البحر، جمبري بتاعك، اه اي حاجه طالع من البحر. ما عنديش مشكله اكل بالليل محشي بس ما بسخنوش. تاكله ساقع؟ اه بيبقى لطيف حلو، انا بحبه ساقع على فكره. وجنبيه سلطه زبادي. اه اوه ده جعان.